اخر صفحه خالص موجوده عند حضراتكم في مذكره العملي. يلا يا جماعه اخر صفحه موجوده عند حضراتكم الاوبورتونستك انفكشن، وطبعا الستيشن رقم 8 المفروض ان هي بتمثل الايدز والاوبورتونستك انفكشن. الايدز هنتكلم عنه حالا، خلينا الاول ناخد الاوبورتونستك انفكشن كده. كلمه اوبورتونستك انفكشن معناها عدوى بتستغل الفرصه. يعني ايه بتستغل الفرصه؟ العدوى دي المفروض انها طول ما جسمك مناعته سليمه العدوى دي ما تعملش اي انفكشن خالص. مجرد ما مناعه الجسم تقل بنيجي نبص نلاقي ان الانفكشن دي بدات تاخد فرصتها. عشان كده احنا بنسميها اوبورتيونستك انفكشن، استغلاليه، بنستغل ايه؟ المناعه قلت. اذا الاوبورتيونستك انفكشن دي بتيجي لما المناعه بتقل. احنا عندنا بيكونوا بنقسمهم كالاتي، مكتوب عند حضراتكم الاوبورتيونستك انفكشن بتبقى فيري لونج ليست، بتبقى لسته طويله منهم الايه؟ طبعا ده اللي القسم حدده، ده اللي الصف، ده اللي القسم قال لك ما انت مطالب بيه بالاوبورتيونستك بس. احنا عندنا في فايرال وبكتيريال وفانجل. هنتكلم عن اوبورتيونستك انفكشن في صوره فايرال، في صوره بكتيريا، في صوره فانجل. انا عاوز اخد الاول الفيروس، الفيروس اللي هو اسمه سايتوميجالو فيروس. في عندنا فيروس اسمه سايتوميجالو فيروس سي ام في، ده سايتوميجالو فيروس. بيقول ده كومون انفكشن، ده عدوى مشهوره، بس عدوى مشهوره لما المناعه تقل. بيقول لي رير ديزيز، هي كومون انفكشن. بص الكلمتين كومون انفكشن رير ديزيز، يعني ايه عدوى مشهوره بس هو مرض نادر الحدوث. بعد كده بيقول ان اميون كومبيتنت، ان اميون كومبيتنت هو عاوز يقول لك ايه؟ هي كومون انفكشن لما يكون المناعه قليله، ولكن رير ديزيز لو المناعه سليمه. ده اللي هو عاوز يقوله، بيقول هي رير في الكومبتنت اميونيتي، يعني طول ما المناعه سليمه العدوى دي صعب جدا انها تيجي، ولكن لو العدوى قلت بنيجي نبص نلاقي ان السايتوميجالو فيروس اللي هو السي ام بي مشهور جدا ان هو يجي في الاميون سبريسيف او الاميون كومبرمايزد بيرسون، اللي هم الناس اللي عندهم مناعه قليله، وبالتالي هي كومون انفكشن في المناعه القليله فيري رير لو الاميون كومبتنت. اميون كومبتنت معناها المناعه قويه ما عدا النيو بورن، في اطفال حديث الولاده بيتولدوا عندهم السايتوميجالو فيروس. ساعتها بنسميه كونجينيتال انفكشن. يعني ايه كونجينيتال؟ مش وراثيه. كونجينيتال معناها مولود بيها، يعني منقوله له من الام، منقوله له من الام، يعني الام كان عندها سايتوميجالو فيروس واتنقل للابن. يعني مبدئيا كده العدوى ديت عدوى مشهوره في حاله الاميون ديفيشنسي، المناعه الضعيفه، ولكن بتبقى نادر طول ما مناعه قويه، الا اذا كان الطفل حديث الولاده وامه كان عندها سايتوميجالو فيروس فيتنقل من الام للجنين حتى وهو مناعته سليمه. بعد كده بيقول يوجوالي اسيمتوماتيك، غالبا بتكون ملهاش اعراض. السايتوميجالو فيروس مشكلته ان هو بيجي اسيمتوماتيك ملوش اعراض، اور بريزنتد ويز فيفر، او ممكن يجي معاه سخونيه. يعني كل الفكره ان هو ما يجيش معاه اعراض، ولو جه معاه اعراض بيجي معاه اعراض سخونيه. بيقول لي وفي 10% في 10% بيبقى في حاجه اسمها اتيميكال ليمفوسايتوزس. ويعني ايه ليمفوسايتوزس؟ زياده تصنيع الليمفوسايت، بتلاقي عدد الليمفوسايت في تحليل الدم زياده، ده بنسميه مونو نيوكليار ديزيز. مونو نيوكليار ديزيز اللي هو بيزود تصنيع الليمفوسايت. انا عاوز بس اقول لك الكلام اللي احنا محتاجينه عشان تبقى انت فاهم الموضوع ماشي ازاي. دلوقتي بنقول اعراضه اسيمتوماتيك، بس لو جيب اعراض بيجي بفيفر وليمفوسايتوزس، بفيفر وليمفوسايتوزس. بعد كده يكمل يقول لحضراتكم ان السايتوميجالو فيروس بيتنقل بالدايركت كونتاكت. يعني ايه كلمه دايركت كونتاكت؟ الاتصال المباشر، الاتصال المباشر اللي هو اللمس، انك تلمس واحد يكون على ايده السايتوميجالو فيروس مثلا وينقله لواحد تاني. بيقول لي بالدايركت كونتاكت ويز انفكشس بودي فلويد. هنا بقى بيقول لك لازم يكون بودي فلويد. يعني ايه بودي فلويد؟ الفكره كلها ان السايتوميجالو فيروس اللي هو الفيروس ده لما بيعيش في سوائل الجسم، فالنقل بيكون عن طريق لمس سوائل الجسم اللي هو الدايركت كونتاكت مع البادي فلويد. ايه البادي فلويد اللي احنا بنتكلم عنها؟ مكتوب عندك زي اليورين او السلايفا او البلاد او التيرز. يورين اللي هو البول، سلايفا اللي هو اللعاب، والبلاد التيرز اللي هي الدموع، السيمن اللي هو السائل المنوي، السيمن اللي هو السائل المنوي، وبريست ميلك، وطبعا اللبن. يبقى احنا عندنا السايتوميجالو فيروس عشان يتنقل بيبقى دايركت كونتاكت. اوعى تنسى كلمه ان هو بادي فلويد، لازم يكون بسوائل الجسم. يعني مثلا لو واحد من بتوع الاسنان جاي يعمل فحص مثلا، وبيعمل فحص للماوس، والشخص ده كان عنده سايتوميجالو فيروس، بقى السايتوميجالو فيروس موجود في الصلايفه، فهو عمل فحص من غير ما يكون لابس جلافز مثلا. دلوقتي انا جاي حاطط ايده في الماوس، جت على ايده سايتوميجالو فيروس، اول ما يلمس اي حته في جسمه جاله سايتوميجالو فيروس هو كمان. يبقى هو لمس سوائل الجسم، الحاجات الخاصه بسوائل الجسم. بعد كده بيقول لحضراتكم في الايدز، في مرضى الايدز اللي هو الايدز اصلا.
اللي هو نقص المناعه، مرض نقص المناعه بيقول لي في مرضى الايدز السيتوميجالو بيبقى غايب الاعراض الاتيه: ريتينايتس معناه التهاب الريتنا. ايه الريتنا دي؟ شبكيه العين، بيجي بالتهاب في شبكيه العين. هيباتايتس اللي هو التهاب الكبد. سيستميك انفكشن اللي هو بيجي بعدوى عامه في الجسم كله. خلونا نلم السيتوميجالو فيروس اللي احنا محتاجينه فيه. طبعا انت عندك الايدز ممكن يجي يسالك يقول لك في صور هناخدها دلوقتي، يقول لك ايه الصوره دي؟ وتاني حاجه يسالك عن اي اوبورتونيستك انفكشن. يعني سؤال الايدز نفسه مش معروف له مواصفات. سؤال الايدز انا فوق كل حاجه فيه، ممكن يسالك عن اي حاجه لان ما نزلش اسئله ايدز قد كده. فاحنا خلونا دلوقتي ناخد، احنا بنتكلم على اوبورتونيستك انفكشن، ديت الاوبورتونيستك انفكشن اللي هي اخر صفحه مذكره العمل. اوبورتونيستك انفكشن يا جماعه قلنا ديت بتيجي لما تكون المناعه قليلة، بنقسمها إلى يا إما فيرال يا إما بكتيريال يا إما فانجل. أول واحد في الفيروس خدناه سايتوميجالو فيروس، ده بيكون مشهور. ولكن لو المناعة قليلة، لو المناعة قوية ما بيجيش إلا إذا كان نيو بورن وجات له العدوى كونجينيتال. يعني لو سألتك دلوقتي قلت لك عندنا طريقتين اتنين للعدوى بالسايتوميجالو فيروس، إيه وإيه؟ يا إما دايركت طريقتين العدوى مودوك انفكشن، يا إما دايركت كونتاكت ويز بودي فلويد، يا إما كونجينيتال اللي هو من الام للجنين، يا اما يجي كونجينيتال. احنا قلنا ان الاعراض بتاعته بتكون اسيمتوماتيك، ولو جيب اعراض بيجي بفيفر ولينفوسايتوز. امال لو السيتوميجالو فيروس جه في مريض ايدز بيعمل ريتينايتس وهيباتايتس وسيستميك انفكشن. فهمت انا عاوز اقولها ازاي بقى؟ يعني هو لو جه في مريض مناعه ضعيفه غير الايدز يجي معاه فيفر ولينفوسايتوز. امال لو جه في مريض ايدز بقى ريتانايتس وهيباتايتس وسيستميك انفكشن. وده الفيروس الاول اللي هو اسمه سايتوميجالو فيروس. الفيروس الثاني بعد اذنك اكد عليه قوي 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 في مذاكرتك، الكابوسي. ده اكد عليه قوي لانه لازم هيجي لك سؤال مع الايدز. الكابوسي ساركوما، لو تسمعوا عن سرطان خبيث اسمه الكابوسي ساركوما. الكابوسي ساركوما اسمع مني الاول، ده بيبقى اصلا سببه او في عندنا نوع من انواع الكابوسي سببه فيروس. سببه فيروس، فمكتوب عندك اسم الفيروس كابوسي ساركوما اسوشيتد هربس فيروس. احنا عندنا في فيروس اسمه الهربس. الهربس ده اللي هو لو حضراتكم بتشوفوا اطفال صغيره بتلاقي الطفل الصغير على بقه الناحيه دي، والناحيه دي فيه بقع او عباره عن فقاعه صغيره لونها ذهبي. ده بنسميه الهربس. ده اسمه الهربس فيروس اللي بيجيب برضه في منه نوع بيجيب الحزام الناري، لو تسمعوا مرض اسمه الحزام الناري. المهم ان احنا عندنا فيروس اسمه الهربس فيروس. الهربس فيروس ده لما بيجي في مريض ايدز بيخلي مريض الايدز يجي له نوع سرطان خبيث اسمه الكابوسي ساركوما. عشان كده احنا سمينا الفيروس كابوسي ساركوما اسوشيتد هربس فيروس. يعني الهربس فيروس اللي بيجيب كابوسي ساركوما، يعني اسم المرض نفسه كابوسي ساركوما واسم الفيروس كابوسي ساركوما اسوشيتد هربس فيروس. هتلاقي الاختصار موجود عندك بيقول ان هو كي اس اتش في. يعني ايه بقى؟ كابوسي ساركوما هربس فيروس. الهربس لما يجيب كابوسي اكد عليه قوي قوي قوي، لان ده السؤال الثاني في السيشن بتاعت الايدز، هيبقى عن الكابوسي او عن النيموسايتوز اللي في الاخر. الاثنين دول تحديدا. بالنسبه للكابوس ساركوما بيقول الكابوس ساركوما ده كانسر، ده سرطان. ذات ديفلوب فروم ذا سيلز ذات لاين الليمف اور بلاد فيسل. يعني هو ده بيجي فين تحديدا؟ في الليمف فيسل او البلاد فيسل. الكابوسي ساركوما ده عباره عن مالجنت تيومر، عباره عن سرطان خبيث بيجي في الخلايا المبطنه للليمف فيسل او البلاد فيسل. It usually appears as tumor on the skin or on mucosal surface. احيانا بنيجي نبص وانا هوريكم الصور حالا معاك. الكابوس ساركوما عايز اعرف الكلمه دي، ساعه ما يجي لك صوره في الامتحان الصوره دي عباره عن حاجات لونها بنفسجي، ده كابوسي ساركوما. لان الكابوسي ساركوما بيبان على الجلد او على الميوكس ممبرين، فقاقيع لونها بنفسجي. الحاجه اللي تبان معاك لون بنفسجي بالصوره ما عندكش لون بنفسجي في العمل بتاعك كله في الوسط الا الكابوسي ساركوما. فساعه ما يجيب لك كابوسي ساركوما اعرف لي ديت عباره عن ان هو مالجنانت تيومر بيجي في الخلايا المبطنه لمين ولمين؟ الليمف فيسل والبلاد فيسل، وبيظهر على وبيظهر يا اما على الجلد على الميوكوس ميمبرين على هيئه بقع لونها بنفسجي. بعد كده بيقول اتس لينك تو انفكشن ويز اوبورتيونستك فيروس، بيجي بسبب عدوى الفيروس. الفيروس ده كان اسمه ايه؟ كابوسي ساركوما هربس فيروس.
which needs severe degree of immune suppression. يعني محتاج يكون المناعة في الأرض حرفيا. اكتب لي عندك كده CD4 less than 200. اكتب الكلمة ليه؟ CD4 CD4 لازم تبقى أقل من 200. لأن في مريض الإيدز الإيدز بيضرب CD4. الإيدز بيأذي CD4 لحد ما CD4 يبدأ ينزل 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 ينزل. CD4 ده اللي هي خلايا الليمفوسايت. اللي هي الليمفوسايت يا جماعة اللي هي التي ليمفوسايت. بيقول لي بيفضل الإيدز يضرب CD4 لحد ما رقمها ينزل أقل من 200. وأول ما رقم CD4 ينزل أقل من 200 يجي كابوس ساركوما. يبقى الكابوس ساركوما بتيجي لما المناعة تقل عن 200. الرقم ده مهم مهم مهم. تعالوا كده نلم الكابوسي ساركوما كلها. في الكابوسي ساركوما بيقول لحضراتكم ده كابوس ساركوما اسفيرد هربس فيروس، ده اسمه. قلنا ان هو الكابوس ساركوما ده كانسر بيجي في الخلايا البطنيه مين ومين؟ الليمف فيسل والبلود فيسل. بيجي على اي تيومر فين وفين؟ سكين وميوكس ممبرين. وسموا فيروس اسمه كي اس اتش في اللي هو كابوسي ساركوما هربس فيروس. وهو اللي بيحتاج ان المناعه تكون قليله قوي اللي هو الرقم بتاعنا يكون اقل من 200. بعد اذنك في الكتاب العملي بقى. في الكتاب العملي هات لي صفحة 35. في الكتاب العملي هات لي صفحة 35. مكتوب عند حضراتكم كابوسي ساركوما. لقيتوها بآخر الصفحة من تحت كابوسي ساركوما. الكابوسي ساركوما بيقول الآتي، إحنا عندنا ده فاوند في السكين والميوكوس ممبرين اللي مبطنه للجاسترونتستينال تراك. خلاص قلنا الكلام ده ان هو بيجي على السكين او الميوكوس ممبرين المبطن تحديدا الجي اي تي. بعد كده بيقول زيست تيومر ابير از، علل على الكلمه دي، بيربل باتشز، يعني بوطش لونها بنفسجي، بيربل باتشز او نوديول على السكين وعلى الميوكوس ممبرين بينتشر بعد كده للليمف نود وللنج. احنا بنزود المعلومات اللي احنا ما قلناهاش بس، يعني هو دلوقتي احنا عرفنا اول معلومه زياده ان هو بيجي في الميوكوس ممبرين بتاع مين تحديدا؟ الجي اي تي. بعد كده قلنا ان هو بيبقى الاعراض بتاعته ان هو بيعمل بيربل باتشز او نوديول. بعد كده بينتشر لمين ولمين؟ ل ال و ال، لمف نود ولانج. يعني هو بيجي فين الاول؟ في الميوكوس ممبرين والسكن، ثم بعد كده ينتشر الى لمف ولانج. الكلمه اللي بعدها مهمه بقى، بيقول اتس كوزد باي هيربس فيروس 8. هربس فيروس 8. الهربس ده كذا نوع. النوع اللي اسمه هربس رقم 8 ده اللي احنا قلنا عليه كابوسي ساركوما اسوشيتد هربس فيروس. يبقى نوع الهربس اللي بيجيب الكابوس ساركوما اسمه هربس 8 رقم 8. بعد كده بيقول لي بيحصل في الاميون كومبرمايزد بيشن اللي هو احنا قلنا لما يكون السي دي 4 اقل من 200. بيجي لما السي دي 4 اقل من 200 كده في الصفحه اللي بعدها هتلاقيه كاتب بيقول في الاتش اي في الكابوسي ساركوما بتحصل فقط لما السي دي 4 يكون اقل من 200. اول صفحه فوق خالص اللي هي صفحه 36 فوق. بيقول ان هو بيجي لما يكون اقل من 200. والصور اللي عندك دي، الصور دي يا جماعه بتيجي في الامتحان. الصور دي بتيجي في الامتحان. وعايزك في المذكره عندي هات لي صفحه 13 وبص على الصور اللي موجوده في النص مع الصور اللي في الكتاب العملي. هتلاقي دي صور الكابوسي ساركوما. خد بالك من الصوره اللي عندك في الكتاب اللي هو واحد فاتح بقه بصوره في الكتاب العملي اللي هو الصوره دي. بصهم الصوره دي، ده واحد فاتح بقه وسقف بقه مليان بوطش لونها بنفسجي، ده يبقى كابوسي ساركوما. وخد بالك من الصوره اللي هي في الكتاب العملي لما يجي يقول لك الصوره ده، انا هنزلها لكم النهارده الصور الكبيره. الصوره دي كده ده عباره عن ان احنا رفعنا شفك واحد لقينا بوطش لونها بنفسجي موجوده في الجنجبه بتاعته في اللثه. ساعة ما يجي قدامك في الامتحان صورة، الصورة دي فيها لون بنفسجي تبقى كابوسي ساركوما. كابوسي ساركوما. وممكن يجي بقى يوم جاي قايل لك ايه؟ هقول لك انا سؤال على السريع كده. يجيب لك سلايد والسلايد دي هعرضها لكم حالك كلها ان شاء الله. السلايد دي نيجي نبص يوم جاي جايب لك بقعة لونها بنفسجي ويقول لك ايدنتيفاي، ايه ده؟ كابوسي ساركوما. السؤال الثاني يوم جاي قايل لك وات از ذا نيم اوف ذا فيروس ريسبونسبل فور ذيس ديزيز؟ يبقى كابوسي ساركوما اسوشيتد هربس فيروس. ولازم تكتب هربس فيروس 8. يجي يسالك بعد كده يقول لك ذيس ديزيز اوكير وين سي دي 4 دروبس بيلو، هتقول له ان هو لازم يقل عن
200. ده مثلا ممكن سؤال يجي عن الكابوس القمح بالاستشاره رقم 8. ده كده بالنسبه للكابوس. ارجع لي بقى بعد اذنك ل الاوبورتيونستيك انفكشن تاني وحتى الفانجل. سيبك من البكتيريا الحالة حتى الفانجل. حتى الفانجل، الفانجل مكتوبة عندك اسمها نيموسايتوزيس نيمونيا. نيموسايتوزيس نيمونيا بنسميها البي سي بي أو البي جي بي. هنعرف حالة ليه؟ مكتوب ده اسم فانجس عشان تبقى أنت عارف بس الأول ده اسم فانجس ويعني إيه فانجس؟ ده عبارة عن فطريات اللي إحنا خدناهم فوق كانوا إيه؟ فيروسز سيان السيتوميجالو فيروس أو سيان الهربس ده فيروس. خلينا بقى نتكلم عن فانجس. خد بالك عشان ده ممكن تفسيره قبل الامتحان، ده نوع ايه اصلا؟ فانجس اسمه نيموسايتوزيس نيمونيا. اسمع مني الكلمه، هو يعني ايه نيمونيا؟ كبرئه. او يعني هو بيجيب نيمونيا، يعني هو بيجي فين؟ في اللنج، بيجي في اللنج. مكتوب عندك بيقول ده سيريس انفكشن، دي عدوى خطيره كوزد باي فانجس اسمه نيموسايتوزيس جيروفيكي. دي انا عايزك بس تعرف ان هو حرف الجي اللي فيه بنسميها نيموسايتوزيس جيروفيك او بنسميها جيروفيتشي ايا كان انت عاوز تنطقها ازاي بقى. المهم بس انك تكون عارف كتابتها. احنا بنطق صوت على جيروفيتشي اللي هو النيموسايتوزيس جيروفيتشي، عشان كده احنا بنسميه بقى نيموسايتوزيس جيروفيتشي نيمونيا اللي هو اختصارها بي جي بي. نيموسايتوزيس جيروفيتشي نيمونيا. أو هقول لك لها اسم تاني دلوقتي، بعد كده بيقول فورمالي نيمد اسم الرسم بتاعها نيموسايتوزيس كارني. نيمونيا، عشان كده الاختصار تاني اسمه بي سي بي، بص على الاسم فوق هتلاقي مكتوب نيموسايتوزيس نيمونيا، ومكتوب جنبها اختصارين يا بي سي بي يا بي جي بي، البي والبي اللي هما نيموسايتوزيس نيمونيا، يا إما سميناها جروفيتشي نحط الجي، يا إما نسميها كارني نحط السي، يعني الاسمين صح. بعد كده بقول لي هيلز ابريفيشن البي سي بي وبالتالي الاختصار اسمه البي سي بي، كبر دماغك. بعد كده بقول ذا موست كومن انفكشن ان ايدز بيشنت، تعالى القصر ده. ده أشهر عدوى بتيجي في مريض الإيدز. موست كومن انفكشن ان الإيدز بيشنت. بريزنتد باي أعراضها بتيجي فيفر ديزبنيا، ديزبنيا اللي هو صعوبة في النفس. بعد كده دراي كوف كحة ناشفة اند شست بين ألم في الصدر. خد بالك من الكلام ده عشان بيجي في الامتحان يقول لك ايه المانيفستيشن بتاعت البي سي بي. انا هوريك الصورة حالا، اجي اسألك اقول لك الصورة دي صورة ايه؟ تقول لي نيموسايتوزيس كارني نيمونيا او تقول لي نيموسايتوزيس جروفيتشي نيمونيا اللي هي البي سي بي او البي جي بي. بعد كده اجي اسألك قول لي اثنين من السيمتومز بتاعتها يا اما فيفر واعراض دي بتاعت نفس فتعمل فيفر لانها عامله نيمونيا التهاب وتعمل صعوبه في النفس ماتسبينيا صعوبه في النفس وتعمل شيست بين الم في الصدر ودي بتاعت رئه فتعمل دراي كاف. الاعراض بتيجي في الامتحان. بعد كده دايجنوزد باي ديتكشن اوف الفانجس في السبيوتم. عشان ممكن اسال اقول لك هاو تو دايجنوز ازاي تشخص. اول حاجه بجيب سبيوتم اناليسيس نكتبها كده سبيوتم اناليسيس. ويعني ايه سبيوتم؟ اجيب عينه من المخاط واحطها تحت الميكروسكوب واشوف الفانجس قدامي. عشان كده بيقول انك ديتكشن اوف الفانجس في السبيوتم باي ستيلنج انك تسبوه او بالبي سي ار. البي سي ار ده اللي هو بيجيب اي عدوى موجوده اصلا البي سي ار. يبقى احنا في الدايجنوز قلنا اتنين لغايه دلوقتي سبيوتم اناليسيس او هنقول ديتكشن اوف الفانجس باي سبيوتم اناليسيس رقم 2 بي سي ار رقم 3 اكس راي. عشان لو جه سالك وقال لك ازاي بتشخص البي سي بي او البي جي بي ونفس السؤال بيجي ازاي نشخص العدوى دي بنشخصها يا جماعه يا اما بنعمل سبيوتم اناليسيس اللي هو ديتكشن اوف الفانجس ان السبيوتم باي ستيننج تشوف المخاط عشان انك تسبقه او البي سي ار. البي سي ار ده بيجيب لنا اي عدوى عموما ومعانا بنعمل اكس راي. اكس راي دي ليها ايه؟ اشعه الصدر فنسميها شيست اكس راي. شيست اكس راي مكتوب ان هو اكس راي وبعد كده سي تي. يعني ايه سي تي؟ اشعه مقطعيه. فاحنا بنعمل يا اما اكس راي يا اما سي تي. عشان كده لو جيت سالتك وقلت لك بقى الصوره هتجي لك هوريها لك حالا. الصورة ده لو جه قالك ايدنتيفاي هتقول له انها ما تكتبليش بي سي بي ولا بي جي في، اكتب الاسم كامل نيموسايتوزيس كارني نيمونيا. لو جيت سالتك وقلت لك دي الموست كومن انفكشن في البيشنت بتاع الايدز، ايه السيمتومز؟
فيفر ودراي كاف وديسبنيا وعندنا شيست بين. هاو تو دايجنوز اسبلوتام اناليسيس بي سي ار اكس راي سي تي. بعد كده بيقول لحضرتك ات هاز نو فاكسين. ملهاش فاكسين يعني ملهاش تطعيم. بط كيمو بروفلاكسس از انديكيتد بس ليها وقايه. ليها وقايه ممرضات حيويه. وبعد اذنك انا قلت لك عندك الاكس راي صح؟ لو جه سالك في الامتحان وقال لك السؤال ده وما افتكرني بقى لما السؤال ده يجي لك. ولو قال لك الاكس راي ازاي نشخص بي سي بي في اكس راي؟ يعني الاكس راي لما نشوف فيها ايه نشخص بي سي بي؟ جراوند جلاس ابييرنس. اكتب الكلمه دي عندك. لما تلاقي جراوند جلاس ابييرنس. ودي بتاعت الكورونا بالمناسبه. دي اللي بنشوفها في عينه الكورونا. يعني احنا بنعرف الكورونا بالجراوند جلاس بالجراوند جلاس ابييرنس. ايه جراوند جلاس ابييرنس ده؟ عارفين حضراتكم الازاز اللي بيكون موجود على الشبابيك اللي هو يخليك ما انت شايف اللي وراها بس زي اللون بتاع الشباك ده كده زي الازاز بتاع الشباك ده. ده اسمه جراوند جلاس ابييرنس. لما نلاقي الرئه الشكل بتاعها عامل كده. عشان كده بقى بص الاستيشن دي لو جت هتبقى صعبه قوي انها تنعرف. لو جاب لك استيشن اكس راي لو انا ما قلتهاش ما كانش حد هيحلها. لو جاب لك استيشن اكس راي اكس راي اشعه رئه وقام جاي قايل لك ايدنتيفاي انفكشن ساعة ما يجي لك اكس راي ده البي سي بي. لان الاكس راي الوحيده اللي عندك هي البي سي بي. يجي يقول لك جايب لك اشعه اهو عشان الدكتوره في محاضره العمل عرض اشعه كتير. فانا برضه بقول لك على اللي حصل. ساعة ما يجي لك اشعه صدر ويقول لك دي ايه؟ انفكشن بايه؟ ده بي سي بي نيمو سايتوزس كارني نيمونيا. يجي يسالك بعدها اي سؤال بقى يقول لك مثلا عرفتها ازاي؟ انها مظهر جراوند جلاس ابيرنس. يجي يسالك مثلا عن السيمبتومز او اذر ميثودز اوف دايجنوزس. بس لما يجيب لك اكس راي اعرف ان دي بتاع النيمو سايتوزس كارني نيمونيا. وعاوزكم في الكتاب العملي هتقولي صفحه 36. في كتاب العملي هتقولي صفحه 36 بعد اذنكم. مكتوب تحت هتلاقي النيمو سايتوزس كارني نيمونيا اللي هو البي سي بي او النيمو سايتوزس جيرفيتشي نيمونيا اللي هو البي جي بي. بول دي موست كومن اوبورتيونستيك انفكشن في الاتش اي في. عشان ممكن يجي يسالك سؤال يجيب لك حاجه في الايدز عادي خالص. يعني يجيب لك صوره في الايدز ويقوم جاي يسالك سؤال لك مين الموست كومن انفكشن في مرض الاتش اي في؟ هتقول له انها النيموسايتوزس كارني نيموني. دي اشهر عدوى بتيجي في مرض الاتش اي في. السؤال ده ممكن تساله في اي حته. بعد كده دايجنوزس باي رقم واحد مكتوب كلينيكال. كلينيكال يعني بالاعراض. رقم اثنين راديولوجيكال اللي هي ايه او ايه؟ اكس راي او سي تي. بعد كده البي سي ار بتاعت سبيوتا. وغالبا او نادر ان احنا بناخد لونج بايوبسي. لونج بايوبسي يعني بناخد عينه من الرئه. احنا ما بناخدش عينه من الرئه دي نادر قوي لان ده انفيزيف. يعني ايه انفيزيف؟ احنا في الطب في الطرق بتاعتنا في العلاج عندنا حاجتين اثنين، حاجه اسمها انفيزيف وحاجه اسمها نون انفيزيف. انفيزيف ده اللي هو طريقه شرسه. النون انفيزيف طريقه سهله. ايه اللي يخليني اخش الرئه بمقص اخد عينه من الرئه واطلع بيه؟ طب ما انا احلل السبيوتم او اعمل سي تي او اعمل اكس راي. فالحاجات النون انفيزيف هي اللي احنا شغالين بيها. الانفيزيف بقى نادر. الحاجات اللي فيها غاز وفيها اذى بقى نادر نعملها. بعد كده بقول لي زيز تو بيكتشر. سيبك من البيكتشر دلوقتي، انا عايزك تبص لي في مذكره العمل في صفحه 13 من تحت. مذكره العمل بتاعت انا بقى صفحه 13 من تحت. عندك صورتين اثنين وركز معانا. اقول لك انا هعرضهم لك واضحين حالا. بس اللي انتوا شايفينه بالازرق ده شريحه رئه. عرفت ازاي انها شريحه رئه؟ شايفين الدوائر اللي عندك دوائر الفيولار جواها نقط سوداء. النقط السوداء ديت ايه؟ عليكم نور. ده ديت البي سي بي. انسراكوزس ايه؟ دي البي سي بي. هو انت كل حاجه بتسكيبها خلاص اي لغه سمراء في الرئه تبقى انسراكوزس؟ النقط السمراء اللي جوه دي ديت البي سي بي مش انسراكوزس. جينا عملنا ايه بقى؟ قمنا جايين واخدين الصوره دي مكبرين ظهر لنا الشكل ده. لما كبرت الحمد لله لما كبرت بقى لما كبرت يا جماعه كانت لون ده كده كان معانا عادي عندنا ده شريحه من الرئه. كبرنا واستنينا صبغه اوضح عشان توضح لنا الفانجس لان عاوزك تعرف حاجه. البي سي بي ده عباره عن كلكوعه وسبور.
يعني ده بيكون سبور، بيعمل سبور. ويعني ايه سبور ده في المايكرو؟ اللي عارف مايكرو اي بكتيريا تتعرض لظروف غير مهيئه لعيشتها تكون جايه محوله نفسها لصيغه غير ناشطه اسمها سبور. فاحنا بنلاقي ده عامل سبور. بص بقى في الكتاب العملي نفسه هتلاقي كاتب بيقول these two picture، الصورتين دول للسيم لونج with two magnification، يعني هما نفس الرئه بس بقوتين تكبير مختلفتين. بيوضح دارك ستيند سيست، كلمه السطر اللي اقوله ده حالا نتعلم عليه مهم قوي، عشان لو جه قال لك بالميكروسكوب هتشوف ايه؟ بتلاقي دارك ستين سيست ويز فانجل سبور. سيست جواها سبور، واحنا سمينا المرض ايه؟ نيمو سايتوزس. كلمه سايتوزس يعني سيست، نيمو يعني في الالفيولاي، فهي عباره عن سيست في الالفيولاي كيس جوه الالفيولاي فيه سبور. بعد كده بيقول لي وين سيست رابشر، ده بيأذي انفكت مور الفيولاي، بيعدي الفيولاي اكتر. يبقى احنا هنا اكدنا على المعلومه بتاعت الدايجنوزس. بعد كده قلنا ان هي الصوره ديت لو جات لك وقال لك شخصتها ازاي، يعني لو جاب لك اكس راي عرفنا جراوند جلاس، امال لو جاب لك مايكروسكوبيكال الصوره دي وقال لك ايه العدوى دي، ده البي سي بي او البي جي بي، عرفتها ازاي؟ سيست جواها سبور، ده سيست جواها سبور. وده كده بالنسبه للاوبورتيونستك اللي انا عاوزه، اللي هو البكتيريا اللي مكتوبة عند حضراتكم اللي هي الماك، اللي هي المايكوبكتيريوم افيان كومبلكس، اللي هي اختصارا ماك، دي ما عليكش اي حاجه اي حاجه ليها في العمل خالص، فعدها لي دلوقتي مش عاوز ضيع وقتنا في حاجات مالهاش لازمه. انا عايزك بقى في كتاب العمل بعد اذنك هات لي صفحه 35. في كتاب العمل هات لي صفحه 35. وافتح لي قبالها مذكره العملي في صفحه 13. الليجن بتاعت الايدز عندنا بيكونوا ثلاثة، عشان تعرف شريحة الايدز، الليجن بتاعت الايدز بيكونوا ثلاثة، حاجة اسمها اورال ثراش، وحاجة اسمها كابوسي ساركوما، وحاجة اسمها البي سي بي. الليجنز بتاع مريض الايدز بتكون ثلاثة، يا اما حاجة اسمها الاورال ثراش هنعرف يعني ايه حالا، يا اما الكابوسي ساركوما، يا اما البي سي بي. مين البي سي بي؟ نيموسايتوزس كارني نيمونيا، خلاص عرفنا كل حاجه فيه. مين الكي اس؟ كابوسي ساركوما، خلاص عرفنا كل حاجه فيه. اللي مين الموست كومن انفكشن في مريض الايدز؟ البي سي بي. بقى ان احنا نعرف الاورال ثراش، ايه الاورال ثراش دي؟ دي بطش بيضه على اللسان وعلى الميوكوس ممبرين، البنفسجي كان كابوسي ساركوما، الابيض ده الاورال ثراش، البطش البيضه الاورال ثراش اللي هي موجوده عندك في المذكره صفحه 13 من فوق، الصور دي كلها صور اورال ثراش. ساعه ما يجي لك ابيض في ماوس ده الاورال ثراش على طول. اجي اسالك بقى سؤالين اتنين ورا بعض كده او ثلاث اسئله جاوبك انا عليهم، او اجيب لك الصوره اقول لك ايدنتيفاي، هتقولي ده مين؟ اورال ثراش. دي بتيجي في مريض اتش اي في، واللي بيعملها فانجس اسمه اكتب عندك كانديدا قلبي كانسر، اللي بيسببها اسم فانجس اسمه الكانديدا قلبي كانسر، تحطها في المايكرو اللي هي الكانديديزس الكانديدا. الكانديدا بتبقى عباره عن بطش لونها ابيض اسمها الكانديدا قلبي كانسر. وبص عندك بقى كده في كتاب العمل صفحه 35 من فوق، بيقول لي الايدز ليجن بيشمل الاورال ثراش وديت يوجوال انفكشن اوف ماوس باي، اهي كلمه كانديدا قلب كانسر، ودي بتيجي في النون اميون كومبرمايزد بيشنت، يعني بتيجي في الاميون كومبرمايزد مكتوب عندك هنا ايه؟ نون، يعني اصلا العدوى دي بتيجي في المريض حتى لو مش اميون كومبرمايزد اسمها الاورال ثراش. امال ايه علاقتها بالايدز بقى؟ اسمع اللي هقوله. الكانديدا اي واحد مناعته ضعيفه بسيط حتى لو واحد عنده دور برد، بنيجي نبص بعدها نلاقي في بقع بتكون بيضه موجوده في الماوس كده، دي اسمها الاورال ثراش اللي هي عاملاها الكانديدا البيكانس. في مريض الايدز بنلاقي الماوس كله اتملى بقع بيضه، عشان كده في الايدز هي السطر اللي بعدها اللي بيقول اكستنسيف انفكشن باي كانديدا البيكانس، ده اللي بيحصل في اتش اي في. يعني لو حاجه بسيطه ده مش اتش اي في، لان الكانديدا قلب كانز والبطش بقت عنيفه قوي وماليه اللسان كله والماوس كله، ده مريض اتش اي في. يعني انت تشخص مريض اتش اي في لما تبقى الاورال ثراش
قليل ولا اكستنسيف؟ اكستنسيف، لانها ممكن تحصل قليل لو المريض اصلا مناعته عاليه. هي بتيجي اكستنسيف في الاتش اي في. عشان كده انت سؤالك هنا اللي بيجي يجيب لك الصوره ويقول لك دي مين؟ هتقول له اورال ثراش. اول كلمه اورال ثراش. تاني حاجه يقول لك ذا انفكشن از كوزد باي، هتقول ان هو كانديدا البيكس، اللي بيعملها هو الكانديدا. ثم يجي يسالك بعد كده اي سؤال هو عاوز يساله لك بقى عن الايدز. هات الصفحه اللي بعدها كده اللي هو في صفحه 37، عشان ده السؤال اللي غالبا هيجي لك في رقم 3 في كل اسئله الايدز. هاو تو دايجنوز الاتش اي في، ازاي بنشخص الاتش اي في؟ احنا بنشخص الاتش اي في ببلاد تيست، وده هناخده حالا. بنشوف في ايه؟ بلاد تيست اللي هو فحص الدم اللي عندك كده، السي بي سي. سي بي سي اللي هي صوره دم كامله، كومبليت بلاد كاونت، سي بي سي. او اتش اي في انتي بودي، يعني عندنا اول تحليل اسمه بلاد تيست، ناخد عينه من الدم. وانا هقول لك دلوقتي بنشوف ايه. ثم اتش اي في انتي بودي، يعني ايه الكلمه دي؟ ما هو لو في عدوى جسمها يصنع انتي بودي، نبص على الانتي بودي، لو لقيناها موجوده لو لقيناها موجوده ده معناه ان ممكن يكون في ايدز. ما لقيناهاش يبقى مفيش ايدز. اذا هي دايجنوستيك 100% ولا تديك مؤشر؟ تديك مؤشر. عشان كده بيقول اتش اي في انتي بودي ده جود نيجاتيف تيست. يعني ايه كلمه جود نيجاتيف؟ لو مش موجوده يبقى مفيش ايدز، ده بنسميها جود نيجاتيف. ولكن اف نيجاتيف، هو كاتب لك الكلمه اهو، اف نيجاتيف معناها نو اتش اي في، بس اف بوزيتيف لازم تاكد. ده مش معناه ان 100% عنده اتش اي في. بعد كده رقم ثلاثه احنا بناكد بالبي سي ار، او بناكد بحاجه اسمها الويسترن بلوك تيست. بناكد بالبي سي ار او الويسترن بلوك. بصوا احنا بنعمل ايه في اتش اي في عشان نشخصه؟ الاول احنا لقينا شويه اعراض كده، قلنا له يا حاج بعمل، او يا شخص انت بعمل سي بي سي، تحليل دم عادي خالص. تحليل الدم لقينا فيه حاجات هقولها لكم حالا معناه ان ممكن يبقى في اتش اي في، قلنا له اعمل بعد كده اتش اي في انتي بودي. ما لقيناش الانتي بودي، خلاص انت بره اللعبه، مفيش اتش اي في. لقينا الانتي بودي، ما اروحش اقول له انت عندك ايدز، اقول لك استنى انا لازم اتاكد الاول. اتاكد بايه بقى؟ بالويسترن بلوك او البي سي ار. فده هاو تو دايجنوز الايدز، سؤال مهم جدا، غالبا ده هيبقى السؤال الثالث في اي شريحه ايدز. ازاي نشخص الايدز؟ هاو تو دايجنوز. ممكن الانتي بودي تطلع، الانتي بودي دي تحديدا بتطلع مع امراض ثانيه كمان، فهي مش مشخصه 100% للايدز بنفسه. حتى بقى كده خلينا نخلص الايدز كله مره واحده. صفحه 33 في الكتاب العملي. 33 في الكتاب العملي. وبيتكلم عن الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس اللي هو الايدز. بيقول الاتش اي في ده معناها الاميون، او الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس. طبعا هو اسمه، بصوا الفيروس اسمه اتش اي في، والمرض اسمه ايدز. الفيروس هيومن اميون ديفيشنسي فيروس، يعني ده اسم الفيروس من اسمه، ده فيروس هيومن اميون ديفيشنسي، يبقى فيروس بيقلل مناعه الانسان، يعني هو بيعمل اميون سبريشن، وسميناه الايدز. هنعرف دلوقتي الايدز يعني ايه؟ هي اميون ديفيشنسي سندروم اللي هو نقص المناعه. خلينا بس نقرا الكلام اللي عندك واقول لك. اول حاجه الاتش اي في ده اختصارا الاثنين واحد، الاثنين واحد. بي سي بي لا، الاثنين واحد. الايدز هي هي اتش اي في، انا اقصد ده. الفكره في حاجه، البي سي بي ده رقم واحد، ده اللي تيجي الاول، ثم بعد كده يجي الكابوسي. يعني البي سي بي ده الموست كومون، اشهر حاجه تيجي في مرضى الايدز هي البي سي بي. الكابوس هو مش كومون قد كده، بس بتيجي، بس اشهر حاجه هي ايه؟ بي سي بي. ولو جه سالك وقال لك مين اسم المالجنت كانسر اللي بيجي مع مريض الايدز؟ كابوسي ساركوما. اسالك واقول لك دي مين اشهر مالجنت كانسر بيجي مع مريض الايدز؟ الكابوسي. امال لو جاي لك مين اشهر انفكشن؟ يبقى البي سي بي. هنا بيقول الاتش اي في معناها هيومن اميون ديفيشنسي فيروس. الاتش اي في بيقول لي ادفانسنج اوف اتش اي في، الاتش اي في لما تطول شويه اللي هو الايدز لما يطول شويه بيعمل سيفير النس اسمه اكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم. ده اللي سميناه
AIDS acquired immune deficiency syndrome. يبقى اسم الفيروس Human immune deficiency virus. يعمل مرض اسمه acquired immune deficiency syndrome. ده اسم الفيروس وده اسم المرض. بعد كده بيقول no effective cure exists. مفيش علاج. مع اننا هناخد حالا في جزء الفرما علاجه. بس هو مفيش في الايدز كايدز مفيش علاج. في الفرما لا في علاج. يعني في السلايد الثامنه مفيش علاج. في التاسعه ممكن يبقى في علاج عادي خالص. بيقول لي no effective cure exists. للاتش اي في ولكن ببروبر ميديكال كير اتش في كان بي كنترولد. اذا اسمع بس من الكلمه دي اتش اي في كانت بي تريتد بات كان بي كنترولد. دي الكلمه الصح بقى اتش اي في كانت بي تريتد بات كان بي كنترولد. يعني ايه؟ اللي يجيله اتش اي في مفيش علاج تام بس في ادويه تخليه يقف تخليه ما يكملش. اذا هو كان بي تريتد ولا كانت بي تريتد؟ كانت بي تريتد بط كان بي كنترول. اه تتحكم فيه مانجبل تعرف تتحكم فيه ولكن نون تريتابل ما تعالجوش. اللي احنا هنتكلم عنه حلو. احنا كنا قلنا ازاي نشخص الايدز. اول حاجه بلاد تيست اللي هو السي بي سي. خلينا بقى نبص السي بي سي يبقى عامل ازاي في مريض الايدز. يجيب لك صوره سي بي سي صوره تحليل دم ومكتوب عندك بيقول الاتي السي بي سي بيكتشر للايدز بيشن. صوره السي بي سي والسي بي سي معناها كومبليت بلاد كاونت اللي هو تحليل الدم. كومبليت بلاد كاونت اللي هو تحليل الدم. ولنفسك بقى اعرف بس الاول عشان تفهم اللي انا هقوله. السي بي سي نورمالي شكل السي بي سي بيجي التحليل في كرات الدم الحمراء بمواصفاتها ثم كرات الدم البيضاء بمواصفاتها ومعاك الصفائح. يعني ايه؟ تحليل الدم انت لما بتيجي تبص عليه اللي هو السي بي سي بتلاقي كرات دم الحمراء عددها كذا ويجيب لك النورمال بتاعها، ثم الهيموجلوبين اللي فيها كذا ويجيب لك النورمال، ثم حجمها كذا ولونها كذا ونسبتها كذا فيجيب لك كرات دم حمراء بمواصفاتها، ثم يجيب الصفائح بعددها، ثم يجيب كرات دم البيضاء كاجمالي ثم يفصصهم واحده واحده. يا كرة دم البيضاء كان رقم من كام لكام؟ 4011000. يجيب لك كرة دم البيضاء كلها على بعض، ثم يجيب لك النيوتروفيل، ايزينوفيل، بيزوفيل، ليمفوسايت، مونوسايت، عدد كل واحد فيهم. ده تحليل الدم الطبيعي بيبقى شكله عامل كده. عشان كده مكتوب عندك بيقول الكومبليت بلاد كاونت ده فيري امبورتنت روتين تيست. ده اصلا تحليل بيعملوه لاي حاجه. ده ريترايف ذا توتال كاونت اوف وايت بلاد سيلز. يعني احنا عاوزين منه نبص على الارض الواي بلاد سيلز اللي هو التوتال كاونت بتاعها. علم على اول حاجه بنبص عليها التوتال كاونت اوف واي بلاد سيلز اللي هو المفروض من كام لكام؟ من 4000 ل 11000. اند اتس ديفرنشال كاونت انكلود الليمفوسايت. يعني انت بتعمل ايه؟ السطر ده سيبك من الترجمه بتاعته. السطر ده معناه انك اول حاجه بنبص عليها هو الواي بلاد سيلز التوتال ثم تنزل تبص على الليمفوسايت. ده اللي هو عاوز يقوله. يعني ايه الحاجتين اللي بنبص عليهم في تحليل الدم في مريض الايدز؟ وايت بلاد سيلز والليمفوسايت. بص الاول على الوايت بلاد سيلز وعلى الليمفوسايت. متوقع تلاقوهم ايه؟ زايدين ولا عاليين ولا نورمال؟ زايدين اسف ولا قليلين ولا نورمال؟ طيب هو المرض اسمه؟ ميون ديفيشنسي. فتلاقي الكره دم البيضاء قليل والليمفوسايت قليل. بس خد بالك تحليل الدم ما فيهوش حاجه اسمها السي دي 4. واحنا قلنا الايدز يبدا يعمل اعراض خطيره قوي لما السي دي 4 اقل من 200. احنا ما عندناش في تحليل الدم السي دي 4. بس بص بقى هو السي دي 4 نوع من انواع ايه؟ الليمفوسايت. اذا لما تلاقي الوايت بلاد سيلز قليله والليمفوسايت هي كمان قليله ده اكيد معناه ان السي دي 4 قليل. يعني بما ان اذا ما هو السي دي 4 جزء من الليمفوسايت فلما الليمفوسايت تبقى قليله السي دي 4 كمان هيبقى قليل. بس احنا المفروض في تحليل اصلا بيعمله لوحده كده اسمه السي دي 4. ده غير تحليل الدم. فهو مكتوب عندك بيقول ولكن السي دي ايدنتيفيكيشن نيد سبيشال ستين. يعني انت عشان تعمل السي دي ده ليه تحليل لوحده والسي دي 4 كاونت نوت انكلودد في السي بي سي. يعني السي بي سي ما فيهوش سي دي 4. ملخص الكلام ده السي بي سي بنبص فيه على مين ثم مين؟ وايت بلاد سيل والليمفوسايت. بنلاقي الاثنين قليلين. بعد كده بقول لحضرتك بتلاقي عندك سي دي 4 لا السي دي 4 نوت انكلودد لانها بتحتاج ستين خاصه بيها. تحليل الدم اللي قدامك ده نورمال. ده نورمال. سهل من كل تحليل الدم انت هتبص على مين ومين؟
وايت بلاد سيلز وليمفوسايت. هتبص على الوايت بلاد سيلز هتلاقي انها بيقول لك 7 في 10 اس 3 اللي هي 7000. هو النورمال من كام لكام؟ من 4 ل 11، يعني ده وز النورمال، ده نورمال. بعد كده بص على الليمفوسايت هتلاقي الليمفوسايت بيقول انها 28%، وهي نسبتها في تحليل الدم بتكون من 25 ل 40، يعني هي برضه نورمال. اذا لو جاب لك تحليل الدم ده كده وسالك هتقول له ده مريض نورمال ولا مريض ايدز؟ نورمال. ليه؟ وايت بلاد سيلز نورمال والليمفوسايت نورمال. فتلاقي كاتب بعدها بيقول لك ده نورمال سي بي سي وأول فاليو ويز النورمال رينج وكل القيم في الطبيعي. تعالوا نبص على تحليل الدم في الصوره اللي بعدها كده. شخص لي انت التحليل الدم اللي عندك ده اول. هتبص على مين ثم مين؟ الوايت بلاد سيلز ثم على الليمفوسايت. الوايت بلاد سيلز مكتوب انها 1.2 من 10 في 10 اس 3، يعني 1200، يعني ده قليل. يبقى الوايت بلاد سيلز از ديكريزد. هي كلمه كرات دم البيضاء لما تقل كنا بنسميها ايه؟ ليوكوبينيا. ادي اول حاجه. بعد كده انزل لي على الليمفوسايت تلاقي انها 15، ده معناه انها قليله. يبقى عنده الليمفوسايت كمان قليله اسمها ليمفوسايتوبينيا. يبقى عنده اتنين بينيا، ايه وايه؟ ليوكوبينيا وليمفوسايتوبينيا. عشان كده تلاقيه كاتب ده سي بي سي في الايدز بيشن. ده سي بي سي مريض ايدز بقى. ايه الدليل؟ هو البلاد سيلز قليله والليمفوسايت قليله. ممكن اجيب لك في الامتحان ايه؟ صوره تحليل دم واقول لك انتربريت. انتربريت معناها قول لي ايه اللي انت شايفه. انت محتاج في العمل مين ومين؟ وايت بلاد سيلز وليمفوسايت. لقيتهم الاثنين نورمال يبقى التحليل نورمال. لقيتهم قليلين هتكتب ان هو الوايت بلاد سيلز از ديكريز، بين قوسين ليوكوبينيا، ليمفوسايت از ديكريز، بين قوسين ليمفوسايتوبينيا. السؤال الثاني يجي يسالك يقول لك ايه المرض اللي ممكن يعمل دي؟ هتقول ان هو ايدز. يجي بعدها يسالك بقى وجاي قايل لك مثلا من الموست كومن مالجنت كانسر اوف كير في البيشنت بتاع الايدز كابوس. يبقى هو كاتب ده السي بي سي بتاع ايدز. نوتس ليوكوبينيا، يعني ايه ليوكوبينيا؟ نقص التوتال بتاع الوايت بلاد سيلز كان 1200، وليمفوبينيا اللي هو قليله كانت 15. والزو سي بي سي دازن ديفرنشيت السي دي 4، بيقول على الرغم من ان السي بي سي السي دي 4 مش موجوده فيه، ولكن التوتال ليمفوسيتك كاونت بيبقى اقل من 200، وده معناه السي دي 4 اقل من 200. يعني زي ما قلت له كده، بما ان الليمفوسايت قليله يبقى اكيد السي دي 4 قليله. بعد كده بيقول ذا سي بي سي از فور ديمونستريشن، يعني ده مجرد توضيح. في الريل براكتس في حياتك العمليه المريض ممكن تلاقي معاه انيميا وثرومبوسايتوبينيا. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ تحليل الدم اللي عندك ده مجرد انا بديك اللي انا عاوزه بس، يعني ده مش تحليل حقيقي. مريض الايدز بتلاقي عنده ليوكوبينيا وليمفوبينيا، ده اللي عاوزه منك. بس برضه مريض الايدز بتلاقي عنده انيميا وثرومبوسايتوبينيا. انيميا يعني كرات الدم الحمراء قليله، وثرومبوسايتوبينيا معناها الصفائح قليله. يعني مريض الايدز بتلاقي كل حاجه عنده قليله. انت لو بصيت في التحليل ده على الار بي سيز اول حاجه خالص هتلاقي انها 4.5، والنورم من 4.5 ل 5.5، يعني الار بي سيز نورمال. في الحقيقي في الواقع ما بيكونش كده، بيكون في قليل، بتلاقيه 3 او 2، لان كرات الدم الحمراء بتقل. ولو بصيت على الكلمه اللي مكتوبه عندك هم مش حاطين تمام، المفروض ان هو بيكون البليت تحت خالص اخر حاجه البليت. البليت مكتوب انها 190 والنورمال من 150 ل 450. في الحقيقه وفي الواقع بتكون قليله. عشان كده لما اجيب لك تحليل دم انت هتبص على مين ومين؟ وايت بلاد سيلز وليمفوسايت. ولو قال لك انتربريت هتقول ان هو ليوكوبينيا وليمفوبينيا. ده بتحصل في مريض الايدز، بتحصل في مريض الايدز. ولو جه سالك وقال لك السي دي 4 بتبقى اقل من 200، السي دي 4 انكلود ولا نوت انكلودد؟ نوت انكلودد، ده اللي هو عاوز يقوله. يقول لك ايه الحاجات اللي ممكن تشوفها تاني في تحليل الدم بتاع مريض الايدز؟ ايه وايه؟ انيميا وثرومبوسايتوبينيا. ده كده بالنسبه للايدز والاوبورتيونستيك كله.